مرحبا بكم وألف مرحبا جميعا في قناتي بفيديو جديد وبوصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بما أن هذه فترة ديال تواجد الرمان بكثرة، فأنا اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في إعداد مربى الرمان أو لكونفيتور ديال الرمان. بالنسبة للمكونات فهي جد سهلة وبسيطة. غنحتاجو الكأسين من الرمان، والكمية بيان سور ممكن تضاعفوها. هذا كمثال، كأس من السكر وعصير نصف حامضة أو ليمونة. نبدأ على بركة الله. أول شيء غنجيب الوعاء أو الإناء ولا كاسخول اللي غنطيب فيها على نار هادئة. غنوضع الرمان ديالنا على هذا الشكل، الكأسين ديال الرمان. انا عندي هنايا الرمان ما حامضش، حلو. غنزيد عليه كوب من السكر، غنضيف كذلك عصير نصف حامضة على هذا الشكل. نمزج الكل، نحركهم هاد المكونات. وغنخليهم على نار هادئة حتى يتقال لنا الخليط. هما كما كتشاهدوا ديجا بدا كيخرج الماء ديال ديال هاد الفاكهة ديال الرمان. المربى ديالنا بدات كتختار، بدات كتقال، يعني خاص دائما مع التحريك. وهذوك الحبيبات داب لينا، غنخليها مازال تعقد شي شوية. المربى ديال الكونفيتور ديالنا هي عقادت، هذا هو الشكل ديالها. غنخليها تبرد ومن بعد غنوريكم. من بعد ما بردت الكونفيتور انا وضعتها في هذا الكأس من الزجاج، هي كتجي على هذا الشكل هذا. وكتبقى دائما خيار من ديال المحلات التجاريه، ما فيها حتى ماده حافظه. وهذه هي الكميه اللي عطاني كأسين من الرمان، هل لكم منها. كنتمنى هاد الفكره تنال اعجابكم وتجربوها. الفيديو ديال اليوم هو انتهى. ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد والمزيد. ما بقى لي غنقول لكم بالصحه والراحه، والى فيديو جديد بحول الله.